رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر والدبة، وقال من سره أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ. قال وسألت من زبير فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدبة والجار. قال وسألت ابن عمر فحدث عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدبة والمزفات. قال وحدثني أخي عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الجر عن الجر والدبة والمزفة والبسر والتمر. نعم درجته صحيح من فقهه كما يكون فيها النبيذ إذا اشتد غليانه أنه يحرم. نعم أنه يحرم. طيب ما هي الرخصة في النبيذ إلى متى؟ ثلاثة أيام. لكن لو تخمر قبل ذلك يحرم مطلقا. نعم أخلاك حتى أنا يحرم سعيد أنا سألته قال حتى أنا هشام قال حتى أنا قتادة عن سالم أبي الجعد عن مادان أبي طلحة أنه خطب يوم الجمعة فذكر نبي الله صلى الله عليه وسلم وذكر أبا بكر رضي الله عنه وقال إني قد رأيت كأن نديك قد نقرني نقرتين ولا أراه إلا لحضور أجلي وإن أقوى من يأمرني أن أستقلف وإن الله لم يكن ليضيع دينه ولا خلافته والذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم فإن عجل به أمر فالخلافة الشورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض وإني قد علمت أن قوما سيطعنون في هذا الأمر أنا ضربتهم بيدي هذه على الإسلام فإن فعلوا فأولئك أعداء الله الكفرة الضلال وإني لا أدع بعدي شيئا أهم إلي من الكلالة وما أغلظني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء منذ صحبته ما أغلظني في الكلالة وما راجعته في شيء ما راجعته في الكلالة حتى طعن بإصبعه في صدري وقال يا عمر ولا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء فإنه شقي فيها قضية نقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن ثم قال اللهم إني أشهدك على أمراء الأمصار فإنما بعثتهم ليعلموا الناس دينهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ويقسموا فيهم فيهم ويعدلوا عليهم ويرفعوا إلي ما أشكل عليهم من أمرهم أيها الناس إنكم تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخذ بيده فأخرج إلى البقيع ومن أكلهما فليمتهما طبخا. درجته صحيح. صحيح أعطنا بعض فقه فيها اهتمام عمر رضي الله عنه بالتعليم. نعم في اهتمام عمر رضي الله عنه عامة. نعم في أن الأمراء مهمتهم تعليم الناس دينهم. نعم في أن مهمة الأمراء تعليم الناس دينهم أن هذا أهم ما يكون إن الإنسان يموت فقرا ولا يموت دينه وعقيدته. نعم أيضا بعض الفوائد فإن الخلافة شورى. نعم لكن لو ولى جاز كما صنع أبو بكر فإن قد ولى عمر شرط يكون قد رضيه المسلمون. فوائد الحديث أيضا فضيلة عمر رضي الله عنه أيضا فيه تعبير للرؤية. نعم فإن من أكل الثوم البصر يخرج عن المسجد وأنه لابد أن يميتهما طبخة وأن العلة في ذلك هي الرائحة. نعم أقرأ يلحق نعم دخان شر من الثوم البصر. أفضل حتى أنا عبد الله بن عمر عن مجالد عن عامر عن جابر بن عبد الله قال سمعت عمر بن الخطاب يقول لطلحة بن عبد الله ما لي أراك قد شعرت وأغبررت منذ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك ساك يا طلحة إمارة بن عمك. قال معاذ الله إني لا أقدركم ألا أفعل ذلك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم كلمة لا أقولها رجل عند حضرة الموت. عندك أجداركم الجيم نعم وعلق عليه في نسخة قال نعم في نسخة الشيخ الشاكر نعم الجيم أفضل عنك يقول إني لا أعلم كلمة لا يقولها رجل عند حضرة الموت إلا وجد روحه لا أرى روحا حتى تخرج من جسده وكانت له نورا يوم القيامة فلم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها ولم يخبرني بها
كذلك الذي دخلني. قال عمر فأنا أعلمها. قال فلله الحمد. قال فما هي؟ قال هي الكلمة التي قالها لعمه لا إله إلا الله. قال طلحة صدقت. نعم درجته صحيح. اعتقد أن في شيء من الاضطراب أيضا، وتارة القصة حدثت مع عمر وتارة القصة حدثت مع عثمان، تقدم ذكر أبي بكر أيضا في القصة، ففي اضطراب في القصة هذه. أخبرنا عن حدانا جابر بن عون قال حدانا أبو عميس عن قيس بن مسلم طارق بن شهاب قال جاء رجل من اليهود إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا ما شاء اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال وأي آية هي؟ قال قوله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال فقال عمر والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم والساعة التي نزلت فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية عرفة في يوم جمعة. درجته صحيح. صحيح. أعطينا بعض فقه فينا العبادات توقفية. فينا العبادات توقفية. وفي أيضا هناك عدم مشروعية الاحتفال في أي شيء نزل. نعم في عدم مشروعية الاحتفال لا بنزول القرآن ولا بحفظ القرآن. نعم. أخبرنا حدانا وكيع قال حدانا سفيان بن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سالم بن حنيف أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله وليس له وارث إلا خال فكتب في ذلك أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر فكتب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. درجته؟ ما هما؟ نعم. مذهب يحيى بن معين رحمه الله أنه لا يصح في الخالي حديث، وذهب أبو زرعة رحمه الله إلى تصحيح حديث الخال وارث من لا وارث له، وقد بنى الإمام أحمد مذهبه في توريث ذوي الأرحام على هذا الخبر، وأما الشافعية فلا يرون توريث ذوي الأرحام، ومن ثم الرحبي لما كان شافعيا لم يذكر مسألة الرد ولا مسألة توريث ذوي الأرحام، لأن الشافعية لا يرون الرد ولا يرون توريث ذوي الأرحام. اختلف العلماء في توريد ذوي الأرحام على ثلاثة مذاهب. القول الأول أنهم يورثون، أصحاب هذا القول اختلف كيفية توريثهم، هل يورثون فيتساوى ذكرهم وأنثاهم، وهل يورثون على حسب من أدلوا به، هذا كله خلاف. والقول الثاني أنهم لا يورثون مطلقا، وأن المال يكون لبيت المال، وهذا مذهب زيد بن ثابت والشافعي وجماعة من الأئمة. المذهب الثالث أن يمر الفقير من الذرية فيعطى، فيراعى على حسب الفقر، وأن هؤلاء أولى من بيت المال، وهذا الذي ذهب إليه ابن حزم. نعم. أفلان حدانا وكيع قال حدانا سفيان ونبي عفور العبد قال سمعت شيخا بمكة في إمارة الحجاج يحدث عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت قوة فاستلمه وإلا فاستقبله فهلم وكبر. نعم درجته ضعيف. لكن المعنى صحيح بمعنى أن لا تشرع المزاحمة، لا تجرع المزاحمة، إن وجد فرجة فقبل وإن لم يجد مضى ولا يزاحم أحدا. كذلك الإنسان حين يرى النساء مزدحمات عند الحجر الأسود أو عند ركن الإيمان لا يقترب منهن، يبتعد ويؤجر على ذلك، فيكون إن شاء الله له أجران، أجر الابتعاد عن فتنة النساء، وأجر أنه ما ترك ذلك إلا إرضاء لله جل على ابتعاده عن الفتنة، فيؤجر أيضا على هذا الباب ولا هو يحب، فيكتب له على حسب نيته. ودليل على قوله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة لأقواما ما سرتم مسيرة ولا قطعتم واديا إلا وهم معكم حبسهم العذر، أجروا على نياتهم لما كانوا قاصدين للعمل متى ما
تمكنوا، وهذا ما منعه من تقبيل الحجر إلا فتنة النساء فيجرى ذلك. أفما أنك حتى أنا واكيا قال حتى أنا كان مصرين بريد عن يحمي أمر عن ابن عمار عن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له جبريل صدقت؟ فقال فعجبنا منه يسأله ويصدقه. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك جبريل وأتاكم يعلمكم معالم دينكم. نعم درجته صحيح. نعم وهذا من حديث مسلم لكنه ذكره اختصرا. نعم قف عليه. إذا ما سر حدانا وكيهم قال حدانا هشام بن عروة عن أبي عن عاصم بن عمر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمطر الليل وقال مرة جاء الليل من هنا وذهب النار من هنا فقد أمطر الصائم يعني المشرق والمغرب. درجته صحيح. وفقه من يا سيدي هذا الحديث؟ نعم. طيب قول إذا أقبل الليل هنا وأدبرنا ما في فائدة يعني حسيا يمكن نتعامل معه في الواقع المعاصر. نعم لا لا أصيب حتى الصيام يتعلق بالصيام. لما يمكن أن يقول الناس أن هذا الحديث دليل على الناس يرتبطون بأبصار ما يرون بالبصر بس في البر وراء الشمس غابت ألا يفطر؟ لأن الحديث كان مطلق الرؤية فالنبي ربطهم بالرؤية ما ربطهم بأمر آخر. فإذا كنت إنسان في البر وراء الشمس غربت خلاص يفطر. هذا حديث صريح في المسألة. أخبرنا حتى أنا يزيد قال أخبرنا إسرائيل بن يونس عن عبد الله الثعلبي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كنت مع عمر فأتاه رجل فقال إني رأيت الهلال هلال شوال. فقال عمر يا أيها الناس أفطروا. ثم قام إلى حس فيهما فتوضأ ومسى على خفائه. فقال الرجل والله يا أمير المؤمنين ما أتيتك إلا لأسألك عن هذا فرأيت غيرك فعلا. فقال نعم خيرا مني وخير الأمة رأيت أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فعل مثل الذي فعلته عليه جبة شامية ضيقة الكمين فأدخل يده من تحت الجبة ثم صلى عمر المغرب. درجته ما أنت ضعيف علتي ولو صح لكان دليل على أن رمضان يخرج بشاهد واحد وهذا مذهب خلاف ما عليه جماهير العلماء وخلاف ما دلت عليه الأدلة. نعم عفى الله عنك. حتى أنا محمد بن جعفر قال حتى أنا سعيد عن قتادة عن سليمان عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم الضب ولكنه قرره. وقال غير محمد عن سليمان ليشكره. نعم درجته باي. طيب ما حكمك للضب؟ الجواز. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما أكله؟ لأنه قال لا يكن بأرضي قومي يعني عافه حيث الناحية النفسية إنسان قد تعافى النفس شيئا ولا يدل هذا على تحريمه. نعم ومعنى ما معنى لم يكن بأرضي قومي؟ لأن في خلاف هذا ناصر ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بأرضي قومي؟ فإنه لم يكن بأرضي الحجاج. إيه بس ما معنى صحيح لم يكن واضح لك ما معنى اللفظة؟ ماذا نستفيد؟ لماذا قال النبي هذه اللفظة؟ نعم لم يكن بأرض قومي ما نحن ما نأكل لم يكن في أرضنا فنتعود على أكله. فبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم عافته نفسه لأن لم يكن القوم يأكلون ذلك. ففي فرق بين الذي عاف الشيء كناحية شرعية وبين الذي عاف الشيء لأن نفسه لا تطيقه. فلان حدانا محمد بن جعفر قال حدانا شعبان عاصم بن عبيد الله عن سالم عن عبد الله بن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه استاذنه في العمره فاذن له وقال يا اخي لا تنسانا من دعائك. وقال بعد في المدينه يا اخي اشركنا في دعائك. فقال عمر ما احب ان لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا اخي. نعم درجته ضعيف. سناده عاصم عبيد الله ضعيف الحديث. نعم حديث ضعيف. نعم أخبرنا حدانا محمد بن جعفر قال حدانا شعبة
وحجاج قال سمعت شعبان عاصم بن عبيد الله عن سالم عن ابن عمر عن عمر أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم رأيت ما نعمل فيه قد فرغ من أو في شيء مبتدع أو أمر مبتدع قال فيما قد فرغ من فقال عمر ألا نتكل فقال أعمل يا ابن الخطاب فكل ميسر إما ما أما من كان من أهل السعادة فيعمل للسعادة وأما أهل الشقاء فيعمل للشقاء. درجته في سناد عاصم بن عبيد الله لكن المتن ثابت أدلة أخرى. نعم. أفضل الله عنك حدانا وشيء من قال أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عبد بن مسعود قال أخبرني عبد الله بن عباس قال حدانا عبد الرحمن بن عوف أن عمر بن الخطاب خطب الناس فسمعه يقول ألا وإن أناسا يقولون ما بال الرجم ما بال الرجم في كتاب الله الجلد قال وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده ولولا أن يقول قائلون أو يتكلم متكلمون أن عمر زاد في كتاب الله ما ليس منه لأثبتها كما نزلت. نعم. ماذا يستفيد من الحديث؟ أول درجته صحيح فيه دلالة على ماذا؟ على الرجم على إثبات الرجم وفيه أيضا من الفوائد في قوة عمر في قوة عمر لكن فوائد فقهية عطنا العمل بالمصالح المرسلة وفي أيضا ما هو أهم من ذلك نعم إيه العمل بالمنسوخ لأنه لنسخ اللفظ ولم ينسخ المعنى. طب الرجم متى يرجم الإنسان؟ متى يكون الرجم؟ هل كل من زنى؟ نعم الرجم مرة سواء؟ نعم. هل رجم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. وجد الرجم في عهده؟ نعم. أخبرنا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت يزيد بن عثمان يحدث عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفيلان بن السمطي أنه أتى أرضا يقال لها دوم من حمص على رأس 18 ميلا فصلى ركعتين فقلت له وتصلي ركعتين فقال رأيت عمر بن الخطاب بذي الحليفة يصلي ركعتين فسألته فقال إنما أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. درجته فوائده إنما خرج عن رمضان يصلي ركعتين. طيب لو كان هذا نهاية السفر ولا بداية السفر؟ يعني لو شخص مثلا بيروح لعنيزة فرق عمران برايدة يقصر ويروح لعنيزة نعم أنا أقول بروح لعنيزة ما قلت بالسافر بروح لعنيزة نعم نعتبر عرفة إيه طيب أصلا الآن أروح لعنيزة هل أحد يعتبر عنيزة مثلا في العرف أنه سفر؟ جيد إذا فرق العمران يقصر ما يقصر. طيب كيف بيروح لمكة وعن طريق عنيزة وفارق عمران بريدة يقصر إذن هذا مراد الحديث. إذا كان يريد سفرا ابن العلم الحازم فاهم فهما آخر قد يتجاوز عمران بلده 3 أيام فقط أينما كان لو كان هو النهاية يعني إذا على مذهب ابن حزم إنسان تجاوز عمران البلد 3 أيام أكثر مقيل 9 كيلومترات خلاص يجلس ويقصر عقل آخر 6 كيلومترات لأن مين مختلف فيه. نعم. أفضل الله عنك قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر قال دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد يوم الجمعة وعمر بن الخطاب يخطب الناس فقال عمر أي ساعة هذا فقال أمير فقال يا أمير المؤمنين انقلبت من السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت فقال عمر والوضوء أيضا وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. درجته فقه الحديث سنية استحباب الغسل يوم الجمعة استحباب الغسل يوم الجمعة في خلاف قيل واجب والجمهور على أنه سنة مؤكدة وفي قول الثالث المسألة ورأي ابن تيمية أن واجب على من به رائحة وهذا قول قوي ودفت به جماعة من الأئمة لأنه لابد من إزالة وقطع الروائح الكريهة وفق الحديث قطع الخطبة للتعليم وأنه لا بأس بذلك وأنه لا بأس أن الإمام يخاطب المأمومين وأن المأمومين يخاطبون الإمام أو المستمعين يخاطبون الإمام. فهذا الثالثة مشروعية الإنكار علانية إذا اقتضت مصلحة ولم يكن فيه مضرة أعظم لأن عمر أنكر علانية ولم يقل عمر أخجل عن الناس إنما أنكر عليه أمام جميع
الحاضرين. قال فقلت لنفسي تقلت لك عمك يا ابن الخطاب نزلت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فلم يرد عليك. قال فركبت راحلتي فتقدمت مخافة أن يكون نزلتي شايخ. قال فإذا أنا بمناد ينادي يا عمر أين عمر؟ قال فرجعت وأنا أظن أنه نزلتي شايخ. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم نزلت علي البارحة سورة هي أحق إلي من الدنيا وما فيها. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. نعم درجته صحيح. ماذا نستفيد منه؟ نعم في ملازمة عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه نعم وفيه حط مسألة فقهية أفضل تعلق بالفقه الحديث أفضل. نعم طيب فيها هذا أن الإنسان إذا استدل بآية لا حاجة إلى أن يستعيد وأن يبسمل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما استعاذ ولا بسمل لأن لا حاجة إلى ذلك. نعم نقرأ. أفضل أن حدانا أبو النضر قال حدانا المسعود عن حكيم جبير المسلم طرحان من خوتكية قال أتي عمر الخطاب طعام فدعا إلي رجلا فقال إني صائم ثم قال وأي الصيام تصوم لولا كراهية أن أزيد وأنقص لحدثتكم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه الأعرابي بالأرناب ولكن أرسلوا إلى عمار فلما جاء عمار قال أشاهد أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جاءه الأعرابي بالأرناب قال نعم فقال إني رأيت بها دما فقال كلوها قال إني صائم قال وأي الصيام تصوم قال أول الشهر وآخره قال إن كنت صائما فصم الثلاث عشرة والأربع عشرة والخمس عشرة. نعم درجته ما هما؟ لكن مسعود مقتدي لا يقبل مطلقا أو يفصل بين من روى عنه في بغداد وبين من روى عنه في غير بغداد كما نص عليه غير واحد من الحفاظ. الروى عنه هنا من؟ من نار. روى عنه في بغداد أم لا؟ نعم إذا روى عنه في بغداد إذا روى عنه في بغداد أصح مما روى عنه في بغداد. نعم وحديث أيام البيض صح عن عمر موقوفة حين سئل ابن عباس عن صيام أيام البيض قال كان عمر يصومها رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده وأنا أصح شيء في هذا الباب. نعم قال حدانا أبو عقيل قال حدانا مجاهد بن سعيد قال أخبرنا عامر عن مسروق بن الأجدع قال لقيت عمر بن الخطاب فقال لي من أنت قلت مسروق بن الأجدع فقال عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأجدع شيطان ولكنك مسروق بن عبد الرحمن. قال عامر فرأيته في الديوان مكتوبا مسروق بن عبد الرحمن فقلت ما هذا فقال هكذا سماني عمر رضي الله عنه. درجته طيب نعم مجاهد بن سعيد كما قال عنه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ليس بشيء وضعفه الإمام النسائي رحمه الله تعالى وغيره وهذا الخبر في إسناد مجاهد بن سعيد لا يحتج به. نعم أفضل عن حدانا إسحاق بن عيسى قال حدانا ملايعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهري عن محرر بن أبي هريرة عن أبيه عن عمر بن الخطاب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العزل عن الحرة إلا بإذنها. درجته نعم في ابن لهيعة فقط المتن. طيب هل يجوز العزل عن الحرة بغير إذنها أم أن هذا حق للزوجين معا؟ نعم لم يذكر فيه إذنان نعم طبعا هذا الحديث ضمن للحديث الأخرى هذا صحيح كلام لكن ضمن للحديث لأنه الرواية اللي فيه ولو كان شيء عن لنها عنه القرآن هي مدرجة من قول سفيان ليست من كلام جابر ليست من كلام يعني مدرجة من قول سفيان. وبالنسبة للعزل في خلاف بين العلماء منهم من أجازه مطلقا ومنهم من منعه مطلقا لأن ذاك الوعد الخفي ومنهم من قال يجوز إذا كان بإذن المرأة لأن هذا حق مشترك لأن هذا حق مشترك فإذا تواطأ الزوجان فلا بأس به.
نعم. أخبرنا حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عامر قال حدثنا هشام عن يعني بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبيه قال سمعت عمر يقول لئن نشت إلى هذا العام المقبل لا يفتح للناس قرية إلا قسمتها بينهم كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر. نعم درجته صحيح. ماذا يستفيد منه؟ القسمة على الرعية. حرص عمر رضي الله عنه على إيصال الأموال لجميع المسلمين. نعم. أخبر الله حدثنا محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا إسرائيل عن سمعت عن كمال بن عباس عن عمر قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فحلفت له وأبيه فهتف بي رجل من خلفي فقال لا تحلفوا بآبائكم فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم درجته سمعت لكن المتن صحيح. ثابت. نعم لنأخذ هذا الحديث نعم حاني عن الحلف بغير الله جل وعلا وأن هذا من الشركة الأصغر والترقى بالعبد يكون شركا أكبر. سمع بارز مطلقا. نعم سمع بارز مطلقا. نعم سمعك هل هو بارز مطلقا؟ لا سمعك عن عكرمة ضعيف. والدليل على أنه شرك قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزة فليقل لا إله إلا الله، فهذا دليل على أنه أشرك. ولو لم يكن أشرك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله، وهذا متفق على صحته. نعم. حدثنا أبو أحمد الزبير قال حدثنا سفيان بن الزبير عن جابر عن عمر قال لئن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب. درجته صحيح وتقدم بالأمس. أخبر الله عن حدانا سليمان بن داود أبو داود قال حدانا شريكا عاصم عبيد الله عن أبي عن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. نعم درجته الله. لكن المسح على الخفين لا يختلف فيه. نعم كان في خلاف قديم ثم استقر ذلك الاتفاق على مشروعيته. نعم. أخبرنا عن حدانا سليمان بن داود أبو داود قال حدانا سلام يعني أبا الأخواص عن سماك بن حرب عن سيار بن مروار قال سمعت عمر يخطب وهو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنى هذا المسجد ونحن معه المهاجرون والأنصار فإذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه ورأى قوما يصلون في الطريق فقال صلوا في المسجد. درجته صحيح. ماذا يستفيد منه؟ لكن إذا اشتد الزحام يسجد الإنسان على أي شيء. نعم إذا اشتد الزحام يسجد على أي شيء، وأن هذا أولى من كون الإنسان يؤخر الصلاة عن الجماعة بدليل فتوى عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة بذلك. وهذه مسألة خلافية لكن هذا أصح ما قيل في المسألة. نعم. يسجد على الدرج عادي. على الدرج سجوده ومن صل من حتى من حذر ما في شيء عادي جدا في أي حال سواء كان مرتفع هكذا أو من هذا كل واحد. ربنا يسجد الشيخ صلى الله عليه قدامه. وهذا دليل على الجواز. أخبرنا قرأت على يحيى بن سعيد زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن حارثة بن مضرب أنه حج مع عمر بن الخطاب فأتاه أشرف أهل الشام فقالوا يا أمير المؤمنين إنا أصبنا رفيقا ودواب فخذ من أموالنا صدقة تطهرنا بها وتكون لنا زكاة فقال هذا شيء لم يفعله اللذان كان من قبلي ولكن انتظروا حتى أسأل المسلمين. درجته ماذا يصير منه هذا؟ في الشورى فوائد فقهية. ركز على فوائد فقهية أهم عندنا شيء. إحنا فوائد فقهية فوائد العلمية تعلق الأحكام اللي تسمى أحكام. صدقة ما تجب إلا بنص شرعي. نعم أن الصدقة لا تجب إلا بنص شرعي. وفي أيضا هذا اقتدى بأبي بكر وأن قول لا يختلف عن قول غيره فمر علينا أكثر من حديث. عمر يقول لم يفعله الذي قبلي وأنا لم يقف لفعله اللذاني من قبلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر. وخلاف بعض الناس اليوم تذكر له قول أبا بكر ما يبالي، كان تذكر له قول فقيه من الفقهاء. وهذا عمر رضي الله عنه إذا قيل له فعل أبو بكر وقال أبو بكر احتج به وعمل بمقتضاه. وأنا لأبي بكر نزية على غير ليس بصواب أن هؤلاء كغير من أحد الناس. بعض الناس يتكلم في هؤلاء ولا يقول تحت مسمى أنه ليس بعالم ملائكة ويدخل من هذا الباب، وهذا ضلال عظيم. هذا أمير المؤمنين عمر اللي جعل الحق على لسانه وقلبه يحتج بفعل أبي بكر الصديق. نعم.
فلان حتى أنا فن أن يجوز للمجتهد أن يقلد غيره أمر مجتهد. نعم يجوز نعم، لكن بعض العلماء يرى أن تقليد أبي بكر ليس من باب الاجتهاد، لأن من باب أنك أنت اتبعت النبي حين أمرك باتباعه، ولكن هذا قول ولكن استفضلت بذكر صحيح أيضا. أفلان حتى أنا راح نومان قال حتى أنا سفيان الثوري عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك فيها إلا مسلما. تقدم قف هذا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. نعم صحيح، وذكر علة واختصر عليها. ما ذكر غير عندك؟ لا ما علق على السيار عندك؟ السيار المعروف ايه ما علق عليه؟ ذكر شو يقول عليه؟ هو لم يروى عنه على السيار لم يروى عنه فقط توبة. نعم هذا أقرب هذا الثاني. وفي مستقال سيد بن حزم من طريق عن سفيان الثوري عن الأعمش عن سيد بن راب عن سيد بن وهب بن عمر قال يستدعى الحرب فيسد على توبة وإذا اشتد الزحام فليسد أحدكم على ظهر أخيه. ما في معنى صحيح قال صحيح متى صحيح وإن كان السيارة بين المعروف لأن قد قال عنه بأنه مجهول لكن الطريق الآخر ثابت المتى صحيح متى صلى الله عليه وسلم قال من فاته شيء من ورده أو قال من حجبه من الليل فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى الظهر فكأنما قرأه من ليلتها درجته صحيح صحيح. ماذا أستفيد منه؟ مشروعية قضاء النوافل. مشروعية قضاء النوافل نعم. ولكن هل لعذر أو إذا قدر الإنسان ترك النوافل عمدا هل يقضيها؟ نعم. يعني إذا من ترك النوافل عمدا لا تقضى. ومن فاتته لعذر قضاها. نعم. أخلاق حدانا أبو نوح القرآن قال حدانا عجلة بن عمار قال حدانا سمعت حنفي أبو زمعيل قال حدانا ابن عباس قال حدانا عمر قال لما كان يوم بدر قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وهم 300 ونأيات ونظر إلى المشركين فإذا هم 1000 وزيادة فاستقبل النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ثم مد يديه وعليه رداءه وإزاره ثم قال اللهم أينما وعدتني اللهم أنجز ما وعدتني اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام فلا تبد في الأرض أبدا قال فما زال يستغيث ربه ويدعوه حتى سقط رداءه فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فرداه ثم التزمه من ورائه ثم قال يا نبي الله كذاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك وأنزل الله تعالى تستغيثون ربكم فاستجاب لكم مني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فلما كان يومئذ والتقوا فهزم الله المشركين فقتل منهم 70 رجلا وأسر منهم 70 رجلا فاستشار رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعليا وعمر فقال أبو بكر يا نبي الله هؤلاء بنو العم والعشيرة والإخوان فإني أرى أن تأخذ منهم الفداء فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على الكفار وعسى الله أن يهديهم فيكونون لنا عضدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب قال قلت والله ما رأى أبو بكر ولكني أرى أن تمكنني من فلان قريب لعمر فأضرب عنقه وتمكن عليا من عقيل فيضرب عنقه وتمكن حمزة من فلان أخي فيضرب عنقه حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا عوادة للمشركين هؤلاء صناديدهم وأئمتهم وقادتهم فهو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قلت فأخذ منهم الفداء فلما كان من الغد قال عمر غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو قاعد وأبو بكر وإذا هما يبكيان فقلت يا رسول الله أخبرني ماذا يبكيك أنت وصاحبك فإن وجدت بكاء بكيت وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي عرض علي أصحابك من الفداء ولقد عرض علي عذابكم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة وأنزل الله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يخر في الأرض إلى قوله لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل لهم الغنائم
فلما كان يوم أحد من العام المقبل عوقبوا بما صنعوا يوم بدر من أخذهم الفداء فقتل منهم 70 وفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وسال الدم على وجهه فأنزل الله أولما أصابتكم مصيبة إلى قوله إن الله على كل شيء قدير بأخذكم الفداء. تقدم نعم تقدم بطوله نعم. أخبرنا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مامر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن ابن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر بن الخطاب عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما حتى حج عمر وحججت معه فلما كنا ببعض الطريق عدل عمر وعدلت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله تعالى إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما فقال عمر وعجبا لك يا ابن عباس قال الزهري كره والله ما سأله عنه ولم يكتمه عنه قال هي حفصة وعائشة قال ثم أخذ يسوق الحديث قال كنا معشر قريش قوم نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم قال وكان منزلي في بني أمية بن زيد بالعوالي قال فتغضبت يوما عن امرأتي فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل قال فانطلقت ودخلت على حفصة فقلت أتراجعين رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قلت وتهجر إحداكن اليوم إلى الليل قالت نعم قلت قد خاب من فعل ذلك منكن وخسر أفتأمن إحداكن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله صلى الله عليه وسلم فإذا هي قد هلكت لا تراجعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسألي شيئا وسأليني ما بدا لك ولا يغرنك إن كانت جارتك هي أوسم وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك يريد عائشة قال وكان لي جار من الأنصار وكنا نتناوب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فيأتيني بخبر الوحي وغيره وأتيه بمثل ذلك قال وكنا نتحدث أن غسانة تنعل الخيل لتغزونا فنزل صاحبي يوما ثم أتاني عشاء فضرب بأبابي ثم ناداني فخرجت إليه فقال حدث أمر عظيم فقلت وماذا جاءت غسان قال لا بل أعظم من ذلك وأطول طلق الرسول نساءه فقلت قد خابت حفصة وخسرت قد كنت أظن هذا كائنا حتى إذا صليت الصبح شددت علي ثيابي ثم نزلت فدخلت على حفصة وهي تبكي فقلت أطلقكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت لا أدري هو ذا متزل في هذه المشربة فأتيت غلاما له أسود فقلت استأذن لعمر فدخل الغلام ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصعد فانطلقت حتى أتيت المنبر فإذا عنده رهط جلوس يبكي بعضهم فجلست قليلا ثم غلبني ما أجد فأتيت غلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج علي فقال قد ذكرتك له فصمت فخرجت فجلست إلى المنبر ثم غلبني ما أجد فأتيت الغلام فقلت استأذن لعمر فدخل ثم خرج إلي فقال قد ذكرتك له فصمت فوليت مدبرا فإذا الغلام يدعوني فقال ادخل فقد أذن لك فدخلت فسلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو متكئ على رمل حصير وحدثنا يعقوب في حديث صالح قال رمال حصير قد أثر في جنبه فقلت أطلقت يا رسول الله نساءك فرفع رأسه إلي وقال لا فقلت الله أكبر لو رأيتنا يا رسول الله كنا معشر قريش قوم نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم فطفق نساؤنا يتعلم من نسائهم فتغضبت على امرأتي يوما فإذا هي تراجعني فأنكرت أن تراجعني فقالت ما تنكر أن أراجعك فوالله إن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا
وتهجر إحداهن اليوم إلى الليل، فقلت قد خاب من فعل ذلك منهن وخسر، أفتأمن إحداهن أن يغضب الله عليها لغضب رسوله فإذا هي قد هلكت؟ فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله قد دخلت على حفصة فقلت لا يغرك إن كانت جارتك هي أسمى وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فتبسم أخرى فقلت أستأنس يا رسول الله؟ قال نعم. فجلست إليه فرفعت رأسي في البيت فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر إلا أهبة ثلاثة. فقلت ادعو الله، ادعو يا رسول الله ان يوسع الله على امتك، فقد وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. فاستوى جالسا ثم قال في شك انت يا ابن الخطاب، اولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياه الدنيا. فقلت استغفر لي يا رسول الله. وكان اقسم ان لا يدخل عليهن شهرا من شده موجدته عليهن حتى عاتبه الله عز وجل. حديث عظيم. أعطنا بعض فوائده، حتى أهم الفوائد، لأن حديثي فوائد كثيرة مهمة جدا. في قوة عمر في الحق، في قوة عمر في الحق، لا نود أعظم من هذا، لأن هذا أخذنا مرارا، لأن هذا لا يشك فيه عمر رضي الله عنه. حرص ابن عباس على التعليم وهيبة عمر رضي الله عنه. نعم، في حرص ابن عباس على التعلم، وأن هيبة عمر لم تمنعه من سؤال عن المراتين اللتين قد تظاهرتا، وبهذا نال ابن عباس ما نال من العلم. نعم. استخدام الحال استخدام الحال هذا واضح. عطنا ما هو أهم والأكبر، حديثي مليان مني فوائد، بالطريقة هذه سنأخذ ألف فائدة. نعم. إذا كان الواحد مشغول على الشيخ شيء. نعم. يسأل خويه، كان يسأل أحد الصحابة، كان ينزل عمر بعدين ينزل، وإذا كان الواحد مشغول على الشيخ يسأل عن طويل وش سوى الشيخ. نعم، يعني يبعنه من يأخذ عنه العلم ويتعلم إذا كان في مانع من الموانع. نعم. فقر النبي وحاجته. نعم. فقر النبي صلى الله عليه وسلم وحاجته حين دخل بيته وما كان حاله من الفقر، هذا لم يضره، ما زاده ذلك إلا رفعة. جواز الإله. نعم. جواز الإله لقول جل على الذين يؤمنون من الإسلام تربص أربعة أشهر ولا يجوز زيادة، إما يوقف بعد الأربعة فيطلق أو يراجع. نعم. قبول خبر الواحد. قبول خبر الواحد، وهذا صريح في قبول هذا الرد على الأشاعرة وغير من البدع. التثبت أيضا في التثبت في الأخبار، وأن الإنسان لا يكون مصدر إشاعات، خاصة طالب العلم يتثبت مما ينقل لا ولا يكفي يقال. بعض الناس يقول قاله ثقة، ثم نحن رأينا كثير من يقال من الأخبار قاله ثقة، إحنا تثبت نقول لا قيمة له، حتى هذا الثقة ربما أنه ينقل عن ثقة والثقة عن ثقة، وهذا غير صحيح. التثبت من الأخبار مطلوب خصوصا في هذا العصر الذي الكذب فيه غالب. نعم. نعم. محبة الصحابة. في محبة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حيث يبكي بعضهم إلى بعض عند المنبر. ظهر في القادة من قلب كشف الوجه قول عمر قلب كان جارتك أوسع منك لكن قد جمع. يا هذا قد هذا قبل نزول الحجاب، ما في دلالة على هذا. نعم. نعم. في هجر رجل زوجته في غير البيت، والحديث الآخر تهجر قبح الله في البيت، قد قلنا ذاك بعد هذا وقلنا هذا على الأولوية والأفضل. المرد في الخلاف إلى الكتاب والسنة. أن مرد الخلاف إلى الكتاب وإلى السنة. دلالة على مكانة عائشة وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، دلالة على مكانة عائشة وحب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كان مستقرا بين الصحابة رضي الله عنهم. أدب الاستئذان. نعم، في أيضا أدب الاستئذان. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني يونس بن سليم قال أملى عليه يونس بن يزيد الأيمي عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: كان إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي يسمع عند وجهه دوي كدوي النخل، فمكثنا ساعة فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال: اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وأعذبنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا. ثم قال: لقد أنزلت علي عشر آيات ما قامهن دخل الجنة. ثم قرأ علينا: قد أفلح المؤمنون، حتى ختم العشر آيات.
درجته؟ ضعيف. يوسف سليم. نعم. وفقه؟ لكن هذا يستحب أو نقول ما في ماله أصل هذا؟ يعني ما ثبت حديث أخرى؟ يعني هذا أصل في الباب. على هذا ما نقول يستحب. نقول في دلالة على هذا ولكن لا نستحبه لأنه لم يثبت في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أخبرنا حتى أنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن الزهري عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه شهد العيد مع عمر بن الخطاب فصلى قبل أن يخطب بالأذان ولا إقامة ثم خطاب فقال يا أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين أما أحدهما فيوم فطركم من صيامكم وعيدكم وأما الآخر فيوم تأكلون فيه من نسككم. درجته صحيح. صحيح. فيه من الفقه أن صلاة العيد بلا إذان ولا إقامة وأن مشروعية الأكل من لحوم الضاحية وأيضا أن صلاة العيد تكون الصلاة قبل الخطبة. وهل يصح الخطبة قبل الصلاة؟ لا. والقول من أول من أحدث ذلك معاوية هذا غير صحيح أن يثبت عن معاوية أنه أول من فعل ذلك. نعم. حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي محمد بن إسحاق قال حدثنا سوري عن سيدنا أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف مولى عبد الرحمن بن يزهر قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب فذكر الحديث. نعم. درجته صحيح كالذي قبله. نعم. عبد الله حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر أن عمر قبل الحجر ثم قال لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. درجته ضعيف. نعم. لكن المتن ثابت. فقه الحديث في حماية جناب التوحيد وفيه تأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم وفيه مشروعية تقبيل الحجر الأسود. لكن هل يشرع تقبيل الحجر الأسود بلا الطواف؟ الشخص يروح يقبل ويمشي لا يريد الطواف. نعم. ما هو الدليل عليه؟ إليك لا يزال في النسك. وأنا لا يزال في نسك. نحن نريد الرجل ما عنده نسك. من تهم النسك؟ نعم. من تهم النسك؟ إلا من تهم النسك. وين؟ بقى السعي. بقى السعي ما انتهى. لا يزال. بقى السعي وبقى الحلق. لذلك في خلاف الصواب أنه لا يشرع هذا. لأنه لا دليل عليه. ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قبل الحجر إلا إذا كان في نسك أو كان في طواف. فأما شخص يقبل وهو لا يريد الطواف فهذا ما ورد في نص. إنما ورد النص لمن طاف أو لمن اعتمر وفرغ من الطواف صلاة الركعتين وأراد أن يخرج إلى المسعى يشرع كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا هشام قال أخبرني سيار نبي وأن رجلا كان نصرانيا يقال له الصبي بن معبد أسلم فأراد الجهاد فقيل له ابدأ بالحج بات الأشهر فأمره أن يهل بالعمرة والحج جميعا ففعل فبينما هو يلبي مر بيزيد بن سوحان وسلمان بن ربيعة فقال أحدهما لصاحبه لهذا أضل من بعير أهله فسمع الصبي فكبر ذلك عليه فلما قدم أتى عمر فذكر ذلك له فقال له عمر هديت لسنة نبيك قال وسمعته مرة أخرى يقول وفقت لسنة نبيك. سرده صحيح. تقدم أكثر من مرة. نعم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك في الأمر من أمر المسلمين وأنا معه. نعم. درجته صحيح. تقدم. نعم. قد تقدم. حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عاصم الأخوال عن عبد الله بن سرجس قال رأيت نصيلع يعني عمر يقبل الحجر ويقول إني لأقبلك وأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم أقبلك. نعم. درجته صحيح. تقدم. نعم. حدثنا عبد الله بن عمر قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر عن عمر قال قلت يا رسول الله يرقد احدنا وهو جنب قال نعم اذا توضا. نعم. درجته صحيح. وقد تقدم. نعم. قد تقدم.
أخبرنا حجان بن عمير قال أخبرنا هشام عن أبي عن عاصم عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل وأدبر النهار وغربت وغابت الشمس فقد أفطرت. درجته صحيح فقهه نعم. أنا قال الإنسان إذا رأى أن الشمس تبقى دقيقة في ذهب الطائرة الشمس حية أنه يجب عليه أن يمسك حتى تغرب الشمس. نعم، لكن هل يعيد أو غربت الشمس؟ غربت الشمس يجي الغيم ونحو ذلك. طبعا الساعات الآن تحدد، لكن من قبل ما كان عندهم ساعات وظن الشمس غربت فأفطر، ثم بعد ذلك خرجت الشمس، هل يقضي هذا اليوم؟ في خلاف وقارن لا يقضي. نعم في خلاف، والأقرب أنه لا يقضي، وهذا اختياره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا ابن شهاب قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري المعنى عن أبي الطفيل عامر بن واثلة أن نافع بن الحارث لقي عمر بن الخطاب بعصفان، وكان عمر استعمله على مكة، فقال له عمر من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال استخلفت عليهم ابن أبزة. قال ومن ابن أبزة؟ فقال رجل من موالي. فقال رجل من موالينا. فقال عمر استخلفت عليهم مولاه؟ فقال إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض قاضٍ. فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم. درجته؟ صحيح. ماذا نستفيد منه؟ نعم، ما معنى يرفع بها أقوام يضع بها آخرين؟ يقرأ أقوام بسبب الشقاء. نعم، يقرأ أقوام سببا لرفعتهم، هذا أحد التفاسير. واحد التفاسير الأخرى أن من تعلم سار سببا لرفعته، ومن جهل سار سببا لضاعته. ومن فوائد الحديث تفقد الإمام لرعيته، من فائدة الحديث أنه في الإسلام وأحكام الشريعة لا فرق بين أبيض ولا أسود ولا حر ولا عبد، كلهم عند الله جل وعلا سواء، أكرمهم عنده أتقاهم له، فإن الله جل وعلا خلق النار لمن عصاه ولو كان نسيبا قرشيا من بني هاشم، وخلق الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا أسود مملوكا لفلان وعلان. نعم. نعم. واحد يهرج، كل الدنيا تهرج. نعم. نافع بن الحارث ولا بن عبد الحارث؟ وش عندك أنت؟ نعم. نافع بن الحارث. إيه نافع بن الحارث. وأنت وش عندك؟ نعم. هو بن الحارث. هو بن الحارث وش؟ عبد الحارث. لا لا بن الحارث، ما في عبد الحارث. نعم. عن الزهري المعنى. نعم. عن الزهري المعنى. يعني معنى الحديث بمعنى نفس المعنى. نعم. الله عنك حدانا محمد بن فضيل قال حدانا إسماعيل بن سماع عن مسلم البطيان عبد البختري قال قال عمر لأبي عبيد بن الجراح ابسط يدك حتى أبايعك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنت أمين هذه الأمة. فقال أبو عبيد ما كنت لمغتل أتقدم بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا فأمنا حتى مات. درجته صحيح، وقت لم يدرك عمر، بل أيضا لم يدرك حذيفة، لو حديث عن حذيفة معلولة بالانقطاع.